شدد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز قطاع التصدير من خلال خطة تتضمن زيادة نسبة نمو الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويا. أضاف مدبولي أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لتتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030. الأسبوع الماضي كان في اجتماع مهم جدا مع كل غرف التصدير ومجالس التصدير، وبنتكلم معاهم على مستهدف ان احنا يبقى عندنا نسبة نمو سنوي لا تقل عن 15% في كل القطاعات التصديرية، والقطاعات التصديرية في الأساس هي قطاعات صناعة. فبالتالي انا بتكلم مع كل رجال الصناعة وكل مجالس التصدير على ان يبقى عندي خطة لا تقل سنويا عن نسبة نمو 15% عشان نقدر نحقق المستهدف اللي احنا بنتكلم عليه. اذا كنا بنصدر خلال العام الماضي بحوالي 53 مليار، ازاي على 2030 نتجاوز ال 145 مليار؟ وده رقم قادر قابل للتطبيق، احنا مش بنتكلم على شيء يعني بعيد، بالعكس تماما، احنا ممكن نحقق اكتر من كده كمان. ولكن هو كل الفكرة ازاي تناغم وتكامل المنظومة ما بين الدولة والقطاع الخاص عشان نحقق هذا الهدف.